السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، ها أنا ألتقي معكم في هذا البث المباشر بعد أن عززنا البارحة أن نبث تسجيلنا أو بثنا المباشر على صفحتي، والسبب في ذلك وجود الذباب الإلكتروني وكثير من العراقيل التي لم تريد إيصال هذا الصوت لعموم الشعب الجزائري وإلى أولئك الذين هم في الخارج. فرسالتي في هذه الجلسة المباركة أردت أن أبين فيها أولئك الذين يريدون أن يركبوا الموجة ويستغلوا هذا الوضع ويستغلوا هذا الموقف، فأسجل في نقاط واضحة. أولاً، تقديم الشكر للإعلام الجزائري، الإعلام الجزائري النزيه الذي تعاطى مع القضية بكل حرفية وبكل حكمة ولم يسعى إلى تأجيج أو تأزيم الوضع، واتصلت بي كثير من القنوات الجزائرية ورفضت أن أتحدث معها ربما حتى لا يكون هناك خطأ أو استعجال في الحكم أو الكلام إلى غير ذلك. فأشكر هذه القنوات كاملة وأعتذر لها من هذا المنبر على عدم التجاوب معها في ذلك اليوم، فأردنا أن تمر هذه العاصفة على خير وكن لنا كلام آخر. الأمر الثاني، أجدد شكري وامتناني للإعلاميين والصحفيين البارزين في كثير من قنواتنا الذين شجعونا والذين تضامنوا معنا في هذا الموقف، فبأسمائهم فبارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا. النقطة الثالثة وهي تتعلق بالذين يركبون الموجة. لاحظنا أن كثير من الأبواق التي حاولت أن تستغل الفيديو الذي نشرته درس الجمعة أو التعقيب وأرادوا أن يضربوا بلدنا ويضربوا وحدتنا ويضربوا استقرارنا من خلال هذا الفيديو، ويصور كأن هناك أمر مهول، خاصة إعلام المخزن للدولة المجاورة. للأسف الشديد إعلام المخزن جعلوا أرمادة من الإعلاميين يقتطعون كثير من المقاطع عن سياقاتها ويصورون أن الأمر مهول، أولاً من جهة التضييق الإعلامي، من جهة تكميم الأفواه، ومن جهة الفساد. فأقول أولاً، نحن نعيش في بحبوحة من الحرية ولله الحمد، الجزائري يتحدث بملء فيه بما يكفله له الدستور الجزائري من حرية بشرط أن لا يكون هناك قذف أو اتهام أو كذب. فالحمد لله الحرية الإعلامية عندنا لا يمكن أن يزايد علينا فيها أحد. الأمر الثاني فيما يتعلق بالخطاب المسجدي، أقولها على مسؤوليتي، ليس هناك ولا مسجد على مستوى الوطني الجزائري أن هناك تبعث خطبة جاهزة أو يبعث درس جاهز على الإطلاق. هذا كله كذب وزور كما يحدث في بعض الدول المجاورة وغيرها. نحن لا نعرف هذه السياسة على الإطلاق في وطننا الحبيب. أنا الآن عندي خطيب بما يقارب 30 سنة، لم تصلنا ولا خطبة جاهزة ولا درس جاهز. ربما قد يكون هناك تنبيه إعلامي على مناسبة وطنية على ظاهرة معينة يعطى عنوان أن يتعاطى معها الأئمة والخطباء لمعالجة هذه الظاهرة أو هذا الموقف كعنوان، أما كيف تتناوله، كيف تطرحه، هذه الحرية الكاملة لكل خطيب ولكل مدرس، هذا حتى نكون واضحين. الأمر الثالث يتعلق بأن التأجيج الإعلامي لإعلام المخزن الذين صوروا أن النظام الجزائري يكمم الأفواه ويطرد الأئمة ويقطع رزقهم. يا عباد الله، أنا أستاذ جامعي ولست إماما رسميا، أنا إمام متطوع، ما لا يقطع رزقي ولا يقطع راتبي، فحتى تكون أمور واضحة، أنا أستاذ جامعي متطوع. فالإعلام المخزن صورها شردوه وشردوا عائلته وقطعوا رزقه، وأن الأئمة يحتجون أمام وزارة شؤون الدنيا والأوقاف ومن شدة كذبهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أخذوا احتجاجات لسنوات ماضية أمام وزارة شؤون الدنيا وركبوها على أنهم يحتجون من أجل الأستاذ. هذا كله كذب وزور. الحادثة حدث يوم الجمعة ويوم السبت انتهى الموضوع، فأين الاحتجاج وعلى ماذا يحتجون؟ الأمر الثالث أنهم قالوا أنهم تم التوقيف والقطع إلى غير ذلك، الأمور تمت بطريقة شفهية وانتهت بطريقة شفوية حتى تكون في الصورة، ولهذا عولج الموضوع بحكمة في بابه وأود ببابه. فأقول للإعلام المخزن، اتقوا الله في أنفسكم وانظروا إلى حالكم،
لماذا؟ لأنكم تعيشون أزمة داخلية تريدون أن تصدروها. عندما نتحدث عن الفساد، وربما هذه اللفظة التي أرادوا أن يستغلوها لما تحدثت عن السياحة الجنسية، لأننا أردنا أن نوئد الفساد في محضنه. أنا أعيش في هذا في وهران أكثر من 35 سنة، وأعيش في هذا الحي ما يقارب 20 سنة. لماذا لم أتحدث عن الفساد طيلة 20 سنة؟ رغم أنهم يعرفون طريقة حديثي وطريقة دروسي وكيف أتكلم، وأتكلم بارتجالا وبحرية، لماذا لم أتحدث؟ كنت أعمم، نتحدث عن الفساد، نتحدث عن العري. لماذا هذا العام بالذات تحدثت عن هذا الحي بعينه؟ هذا الحي الشهير الجميل الذي معروف في وهران، لأولا لمكانة اسم هذا الحي، لأنه سمي على أحد رموز الثورة الجزائرية وهو العقيد رطفي رحمة الله عليه، ونحن نعيش في هذه الأيام أيام المجاهد. فلما ظهرت، لأن سميتها في بداية الدرس قل ظاهرة، وهؤلاء قصوا وقطعوا الفيديو، ظاهرة ظهرت. نحن لما ظهرت هذه الظاهرة أردنا أن نؤيدها في مهدها، لهذا سميناها ظاهرة. لو كانت منذ سنوات ربما الإعلام المخزن يجوز له ذلك، لأنهم يعيشون هذا ما يسمى بالسياحة الجنسية عندهم، وكل فيديو كلها ملحوظة ومعروفة عندهم في بيع الأعراض وغير ذلك في كل المناطق. وأنا عندما أتحدث ليس تشفيا، لأن الفساد هذا في العالم بأكمله، بل أنا قلت حتى في مكة والمدينة الفساد موجود، ما ليس هناك بقعة على كرة الأرض ليس فيها فساد، ولكنه يتفاوت. ولكن أن يقنن الفساد، أقول إن إعلام المخزن أنتم عندكم الفساد مقنن، بل البرلمان عندكم أقر حتى غرس المخدرات وبيع المخدرات، بل نظامكم طبع مع الكيان الصهيوني رغم أنفه وهو يعيش هذه الأزمات ويريد أن يصدرها. نحن لا نعيش أزمة صناعة المخدرات وبيعها، ولا نعيش تحت ضغط اللوبي الصهيوني وغيره، وليس عندنا ظاهرة على المستوى الوطني كما هي عندكم ظاهرة السياحة الجنسية، وإنما هذه حي في شوارع أو شارع معدود على المستوى الوطني، أردنا أن نوئد هذا الفساد في مهده. ولهذا الحمد لله الجهات المعنية تحركت وكانت متحركة من قبل، وحتى سكان الحي كانوا قد تحركوا من قبل. أنا ما قلته إلا محاولة تلخيص هذا المشهد. علم الجميع أن مدينة وهران تعرضت للاستعمار الإسباني ثم الاستعمار الفرنسي، ولا زالت معالمها الدينية شامخة إلى يومنا هذا. وهران الآن عرفت باحتضان الأسبوع الوطني للقرآن الكريم مرتين. وهران التي عرفت الآن للمرة الثالثة تتحصل على المرتبة الأولى وطنيا في مسابقة حادي القرآن الكريم. الآن وهران ولله الحمد عندنا أكثر من 2000 حافظ لكتاب الله عز وجل. والعام الماضي فقط مدرسة واحدة كانت تكريمات لحفظة القرآن الكريم في طائرة تسمى طائرة تحفها الملائكة، أكثر من 165 حافظ وحافظة لكتاب الله عز وجل. ليعلم الجميع أن وهران هي وهران القرآن، هي وهران العلماء، هي وهران الصلحاء، وهي وهران الشهداء. فأقول للإعلام المخزن، عندما تكذب اكذب بواقع، لا تأتي بالأشرطة وتقصها، ولا تركب الأمور على بعضها البعض وتصور كأن الجزائر كأنها بار. الدليل على ذلك أن هذه المسألة أشغلت الرأي العام الجزائري وهبت التضامن، مش ليس من أجل شخصي، أولا من أجل القيم الأخلاقية ومن أجل الفطرة ومن أجل العفة، حتى يعرف طبيعة الشعب الجزائري أنه لا يقبل هذه الأمور. ونتحدث لكل من يأتي إلى الجزائر ويدخل مساجدنا يوم الجمعة والمناسبات، سيجد مكانه عند الأحذية لشدة وجود المقبلين على بيوت الله عز وجل، خاصة من أصناف الشباب. ولهذا أقول لإعلام المخزن، تابعوا الفيديو لشبابنا رغم أنهم يقرون أنهم على غير صواب، وكيف أنهم يقفون مع ما ذكرته، لأنهم لا يقبلون لأرض الشهداء، لا يقبلون لبلد زبانة أن تكون موطنا للفساد ولا لنشر الفساد. ولهذا تحركت السلطات المحلية بجميع أسلاكها لمحاولة احتواء هذه الظاهرة ومعالجتها وقتلها في مهدها. فأقول لأقلام المستأجرة من إعلام المخزن، كفوا ألسنتكم. ثم أقول للأذناب من بني جلدتنا للأسف الشديد الذين هم في الخارج يقدمون بالمجان خدمة لخصومنا، حتى لا أقول لأعدائنا،
خدمة بالمجان لمحاولة تصوير الجزائر كأنها تعيش أزمة وكذا. نحن في نعمة وعافية وستر، وحديثي لكم هذا خير دليل على ذلك ولله الحمد. وارجعوا إلى جميع الأشرطة والفيديو التي ألقيها والدروس، أنا لا أتلقى ضغطا من أي أحد، إنني أتحدث بملء في وبكل حرية وبضميري الوطني وبضميري الأخلاقي وبضميري الديني. فأجدد أولا شكرا لجميع الأحبة وجميع المتعاطفين والمتضامنين، والشكر للجهات المعنية التي تفهمت هذا الأمر وحاولت وأده في مكانه، وتمت الأمور كلها بطريقة ودية ولله الحمد. وبإذن الله عز وجل أنا في مسجدي وألقي دروسي بإذن الله عز وجل منها كما كنت ألقيها، ولا شيء بعد ذلك ولله الحمد من قبل ومن بعد. وليس هناك منتصر وخاسر، الذي انتصر هي الجزائر، الذي انتصر هو الاستقرار، والذي انتصر هي الوحدة فقط، لم ينتصر أحد. والخاسر هو الإعلام الفاسد، هو إعلام المخزن، هو الذين يؤججون هذه الأمور. بارك الله فيكم والسلام عليكم. كان معكم الأستاذ الدكتور بالخير طاهري الإدريسي، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة وهران الجزائر، وإمام ومدرس بمسجد القدس بحي خميستي بوهران. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما أجدد اعتذاري لسكان حي العقيد الشرفاء الذين هبوا جميعا لاحتواء هذا الأمر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.